السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ، أطل عليكم مجددا من خلال هذا الفيديو للحديث عن بعض الأخطاء التي يجب عليكم تفاديها عند التعامل مع النص الفلسفي أو القولة الفلسفية أو السؤال المفتوح. كالعادة أتمنى أن تتابعوا الفيديو إلى نهايته حتى تتمكنوا من التعرف على بعض الأخطاء الشائعة التي من شأنها أن تحرمكم من نقطة أنتم بأمس الحاجة إليها. أترككم مع الفيديو ولا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم، خاصة مع المقبلين منهم على اجتياز الامتحان الوطني. الخطأ الأول الذي يجب الاحتياط من الوقوع فيه عند التعامل مع النص الفلسفي أو القول الفلسفية أو السؤال يتمثل في عدم مراعاة الجانب المنهجي واعتماد تحليل المرتجل. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه يتم تحليل النص أو القول أو السؤال بطريقة عشوائية، حيث لا يتم الالتزام والتقيد بالخطوات المنهجية، وهذا خطأ جسيم يجب تفادي الوقوع فيه. فكما سبق لنا وأشرنا في الفيديوهات السابقة، التحليل المرتجل مرفوض في هذا الصدد رفضا تاما، وبالتالي لا بد لكم من احترام جميع الخطوات المنهجية خطوة بخطوة. ففي غياب هذه الخطوات يستحيل الحديث عن تنظيم محكم ومتسلسل للأفكار. الخطأ الثاني الذي يجب الحذر منه يتجسد في مباشرة التحليل قبل الفهم الجيد للموضوع، الشيء الذي يؤدي إلى فهم مغلوط للموضوع. بمعنى أنكم مطالبون هنا بقراءة متمعنة ومتآملة ومتآنية للموضوع قيد التحليل والمناقشة، قراءة تمكنكم من فهم مضمونه بالشكل المطلوب، لأن أي تعامل ساذج مع الموضوع يعتبر بمثابة مجازفة بالموضوع فهما وتحليلا ومناقشة وتركيب. حتى لو كانت الأفكار التي يتضمنها الموضوع أفكاراً صحيحة وذات قيمة علمية، فإذا كانت هذه الأفكار لا ترتبط بالموضوع فإن ذلك يجعلكم خارج الموضوع. الخطأ الثالث يتمثل في صياغة الإشكال صياغة غير دقيقة تفتقر لسمات السؤال الفلسفي. إذن لا بد لكم هنا من الانتباه إلى هذه النقطة ومحاولة بلورة الإشكال في أسئلة متدرجة ودقيقة تتسم بسمات السؤال الفلسفي، مع تفادي الأسئلة التي لا علاقة لها بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد. بكل بساطة، لأن تلك الأسئلة التي لا علاقة لها بالموضوع ستؤدي بكم لا محالة إلى جعل موضوعكم موضوعا فضفاضا لا بداية ولا نهاية له، وبالتالي يجب الحذر من الوقوع في هذا الخطأ. الخطأ الرابع يتمثل في صياغة الأطروحة صياغة غير سليمة، خاصة عند التعامل مع النص، حيث لا يتم الابتعاد عن أسلوب النص ولغة النص، بل يتم فقط الاكتفاء بإعادة أفكار النص بنفس أسلوب ولغة صاحب النص. وهذه النقطة تحدثنا عنها مراراً وتكراراً في الفيديوهات السابقة، وأكدنا على ضرورة التعبير عن مضمون الموضوع نصاً كان أو قولة أو سؤال بأسلوبكم الخاص، دون السقوط في خطأ إعادة كتابة واستنساخ الموضوع قيد التحليل والمناقشة. فكما تعلمون، الكتابة الفلسفية كتابة إبداعية، وبالتالي فأنتم مدعوون إلى بذل مجهود للتعبير عن مضمون الموضوع بطريقتكم الخاصة وبأسلوبكم الخاص، دون أن يؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى تحريف الموضوع عن مضمونه ومغزاه الحقيقي.
إذن على مستوى الخطأ الخامس، يتمثل هذا الخطأ في إغفال استخراج البنية المفاهيمية أو إعطائها دلالة لا تنسجم معها. إذن هنا حذاري من إغفال الوقوف عند خطوة من الخطوات المنهجية، كيفما كانت هذه الخطوة لا بد من الوقوف عندها وإعطائها حقها. ونفس الشيء ينطبق على المفاهيم أو ما يسمى بالبنية المفاهيمية، فيجب استخراجها وتحديد دلالتها التي تنسجم معها، ناهيك عن إبراز العلاقات القائمة بين هذه المفاهيم. ونفس الملاحظة نعيدها فيما يخص الحجج، إذ لا يجب إغفال البنية الحجاجية أو كتابتها على شكل عوارض بدل صياغتها على شكل فقرة متناسقة. كما قلنا لا ينبغي القفز على بعض الخطوات المنهجية، بل يجب إعطاء كل خطوة حقها، فالحجاج يكتسي أهمية كبيرة، شأنه في ذلك شأن باقي الخطوات المنهجية. والحجاج يمكن استخراجه على شكل عوارض فقط في المسودة، أما في ورقة التحرير فيتم صياغة الحجاج على شكل فقرة متناسقة. فنحن هنا نتحدث عن موضوع مقالي فلسفي، وبالتالي فإن جميع مكوناته يجب أن تكون مترابطة ومتماسكة. ومن الأخطاء أيضا التي يجب عليكم تفادي الوقوع فيها، نجد التكرار المبالغ فيه لبعض الأفكار وإعطاء أحكام وشروحات قد تؤدي إلى الخروج عن صلب الموضوع. التكرار المبالغ فيه لبعض الأفكار، كأن يتم مثلا كتابة أفكار وشروحات في الأطروحة وإعادة نفس الأفكار على مستوى شرح الأطروحة، ونفس الأفكار نجدها في الاستنتاج الجزئي أو التركيب. وبالتالي التكرار لا حاجة لكم به، لأن كل خطوة لديها شروطها التي يجب التقيد بها وعناصرها التي يجب أن تتوفر فيها. كما يجب أيضا تفادي الغوص في شروحات وأحكام ذاتية قد تجعلكم تتيهون عن صلب الموضوع. الخطأ الثامن يتمثل في اتخاذ الموضوع مناسبة لسرد معارف عامة وإعطاء أحكام ذاتية تجعل الموضوع عبارة عن مقالة حبلى بالمواقف الذاتية أكثر مما هي مقالة فلسفية تحليلية. تلاميذي الأعزاء، انتبهوا، المرحلة التي يمكنكم فيها التعبير عن آرائكم الخاصة ومواقفكم الشخصية هي مرحلة التركيب بعد استخلاص نتائج التحليل والمناقشة، ولكن على مستوى الخطوات الأخرى سواء تعلق الأمر بالفهم أو التحليل أو المناقشة، فإن أحكامكم الذاتية وآراءكم الشخصية ومواقفكم الخاصة لا محل لها في هذا الصدد، بل يجب تأخيرها إلى مرحلة التركيب كما قلنا بعد استخلاص نتائج التحليل والمناقشة، شريطة أن تكون بطبيعة الحال مدعمة بحجج وبراهين مقنعة. الخطأ التاسع يتمثل في غياب الترابط المنطقي بين فقرة وأخرى أو بين عنصر وآخر، حيث يتم الانتقال إلى مرحلة إلى أخرى بشكل غير مبرر. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه يتم الانتقال من عنصر إلى آخر أو من مرحلة إلى أخرى دون رابط منطقي. نتساءل هنا عن كيف سيكون هناك تماسك العرض في غياب الروابط المنطقية أو في غياب الترابط المنطقي. يستحيل. من الأكيد أن هذا الموضوع الذي يفتقر لهذا الترابط المنطقي، من الأكيد أنه سيعاني نوعا من الشتات
على مستوى فقراته وعناصره ومكوناته. فمثلا لكي يكون هناك ترابط بين المقدمة والمطروحة، ونحن نعلم بطبيعة الحال أن المقدمة تختتم بأسئلة، والأسئلة أو السؤال يحتاج إلى جواب، وبالتالي يمكن أن أستهل الأطروحة بالقول يجيب صاحب النص عن الإشكال المطروح بتقديم أطروحة مفادها، ومن الأطروحة يتم الانتقال إلى المفاهيم باستعمال رابط منطقي آخر أو صيغة من الصيغ، كأن نقول مثلا ولبناء أطروحته اعتمد صاحب النص على جملة من المفاهيم. إذن على هذا الشكل أكون قد حققت الشرط المتعلق بالترابط المنطقي بين مكونات الموضوع. ومن بين الأخطاء أيضا التي يجب الاحتياط منها نجد عدم الاهتمام بالجوانب الشكلية كسلامة اللغة، تماسك العرض، وضوح الخط، نظافة ورقة التحرير إلى غير ذلك. إذن لا تستهين بالثلاث نقاط المخصصة للجوانب الشكلية على مستوى سلم التنقيط، فتحليلكم ومناقشتكم وأفكاركم لكي تصل إلى بر الأمان لابد أن تدون بخط واضح وبأسلوب ولغة سليمة، وأن تدون في ورقة خالية من أي تشطيب أو خدش. هذا بالإضافة إلى النقطة التي أشرنا إليها قبل قليل والمتمثلة في تماسك العرض. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو الذي خصصناه للحديث عن بعض الأخطاء الشائعة التي يجب عليكم الاحتياط منها وتجنبها عند تحليل النص الفلسفي أو القولة أو السؤال، حتى تتمكنوا من الحصول على نقط جيدة في مادة الفلسفة. لا تنسوا الضغط على زر الجرس ليصلكم أي جديد. نلتقي في الفيديو المقبل إن شاء الله، في أمان الله.